ألا فاتقوا الله عباد الله، فها قد انتصف شهركم كأن لم يكن، بينا كان يبشر بعضنا بعضا بقدومه، إذ بنا نفقد شطره وما بقي من الشطر الآخر لن يكون أبطأ مما مضى من شطره الأول، وإنما السابق اليوم من سبق به عمله وقادته تقواه إلى مولاه، فلا النسب موصل إليه ولا الجاه ولا المال. فالله جل وعلا يقول: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فالبدار البدار، فإن الشهر سريع الأفول، وما فات منه لن يرجع، وما بقي منه سينحسر ولا تساعة ابتدار. فسنة الله أن كل اجتماع فسنة الله أن كل اجتماع فإن افتراق والتمام يعقبه الزوال، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ولا عجب عباد الله، فإن الله وصفها بأنها أيام معدودات دلالة على قصرها، غير أنها مليئة من الأجور والحسنات بما لا يحصي أضعافها إلا الله. فالكيس من ندم على ما فات من الشهر واغتنم ما بقي، والعاجز من تمنى فلم يتهنى. وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وإنما الفوز يوم الجوائز والجذاذ يوم الحصاد والأعمال بالخواتيم.